السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم عائلتي الكريمة الجميلة؟ جيتكم الليلة بعد ما عملت الغداء، هو عبارة عن سلطة خيار بالتكوى أو الفول السوداني المسحون. بشرت الخيار بعدين خطيت فيه التكوى والليمون وملح، يعني سهلة جدا وحلوة جميلة. يعني ده هنا كان عندي باقي تيكن مسالة اللي هي الدمعة تحت التيكن، الدمعة تحت الجداد بالصدور الجداد. هنا عندي برضو كان باقي عدس برضو خطيته، انا ما برمي، يعني بحاول اني ما ارمي الاكل. باقي عدس الليله كان الحمد لله حناكله. يعني بعدين هنا عملت لي قطعت بصلتين، يعني حشيت بصلتين يلا وقطعتهم وحمرتهم يلا، وجيت رميت فيهم اللحمه ورميت فرمت لي بصل هنا توم وتوم وشطه خضراء يلا، و رميت كنت في البصل الورق بتاع اللورا و اتنين كده عودين من القرفة يلا. بعد ما البصل اتشوح قمت رميت فيهم اللحمة يلا، وقطعت لي شوية بتاعت فلفلي خضرة يلا. ان شاء الله الاكلة بتاعت دي تنال اياكم ورضاكم، و برجو من الناس اللي اشتركوا في القناة بتاعتي اشتركوا فيها وفعل الجرس واضغطوا على الكل عشان يوصلكم كل الإشعارات والفيديوهات اللي أنا بعملها. تاني برضو الناس لو ممكن تعمل لي لايكات وتعمل لي شير للقناة إن شاء الله عشان تصل لكل الناس. الصينية دي ده يعني اتخلي مصر والسودان، يعني عندهم نظام الصينية دي إنه الناس بتقعد في الصينية يعني خد الأكل بتاع في الصينية عشان الأكل ما يتدفق في الأرض يعني مثلا. فالحاجة دي أنا اشتريتها أونلاين، اشتريتها من النت يعني، لقيتها ما شاء الله جوالي لغاية البيت. حكاية حلوة شديد يعني، دي ستينلس ستيل الصينية بتاعتي دي. في الختام أرجو إنكم زي ما قلت لكم تتابعوا القناة بتاعتي، وممكن تعملوا لي تعليقات إن شاء الله أنا هتابع أي حاجة تدارينها أنا بعملها لكم إن شاء الله، قولوا لي في التعليقات. طيب في نهاية الفيديو أتمنى لكم كل سعادة وهناء وسعادة دائما إن شاء الله، وأترككم في حفظ الله ورعايته، واللهم أبعد عنا البلاء والوباء والوباء من كل العالم يا رب العالمين، اللهم آمين. طيب في أمان الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أمان الله، مع السلامة.